مين دفع؟ اسأله مين أخذ؟ لو حد أخذ فلوسي بكلامه صح. اوكي يقول اسم الأخذ. يقول بس, يقول بس مين أخذ. عنده دليل واحد يقوله يتفضل يقوله. إنما اتهامات مزافية. أما هذه الاتهامات فهي محل إن احنا نتكلم كلام يعني غير مناسب الكلام ده. عيب عيب عيب. اسألوا مين خد فلوس؟ ممكن حد يسأل. عيب. احنا بنحب مصر وسنظل نحب مصر. هيك كان في ده اخر قطرة في دمنا. وشاركت انت المنظمات اللي هي اتحاد بين المسلمين في امريكا. هم دول اعداء السيسي. شاركت في هذا المؤتمر في الامم المتحده. هو اعداء السيسي هم اعداء مصر. هم اعداء مصر. هم اعداء مصر. هم كل الكوى في نار الكواز. كل الكوى في نار الكواز. حد عنده حاجه؟ انت ممكن تقول ما فيش ليه؟ اسمع بس واحد شويه جد دي ما حدش انا اي حاجه ده مزود الشاي يعني دينا هنا المفروض يزود الشاي ما حدش حتى عطانا شاي لا عطونا شاي الصراحه ما قلناش حاجه ساعه ليه؟ عيب. انا اسمي يوسف مكين امين الصندوق العام للكنائس الرسوليه ومدير عام في مصلحه الضرائب. هذا الرجل عشان ما خدش فرصته في الكلام وكان عايز يتكلم خد بعضه ومشي واتكلم. هذه الاتهامات اللي وجهها للحاضرين ليست لها اساس من الصحة. وعلى اذا كانت عنده اي دليل يتفضل يقوله. احنا بنحب مصر وسنظل نحب مصر لاخر قطرة في دمنا وسيبهر الشباب مصر ورجال مصر وكل رجال وسيدات مصر. سيعطي درسا للعالم كله زي ما اداهم درس في 30/6 ان هم صاحب قرار الشعب هو صاحب القرار. سيعطي الشعب ايضا قرار يوم 26 و27 بنزول جميع الناس جميع الشعب اللي بيحب مصر يتفضل ينزل علشان يقول كلمته. احنا بمنديش لواحد معين ولا مرشح بعينه لكن بنصلي ككنيسة ان ربنا يختار من يريد للعبور ليعبر بمصر ليعبر بمصر لبر الامان. واحنا وراه كشعب مسيحيين ومسلمين كلنا كشعب واحد وراهم. ايضا احيي الشرطة احيي الجيش احيي القضاء الناس الشرفاء العظماء اللي احنا مديونين ليهم كشعب بالكامل. بنحييهم اللي وقفوا ضد الفساد ضد الارهاب اللي وقفوا ضد سفك الدماء. بنحييهم يا رجال الشرطة يا رجال الجيش يا رجال القضاء. انتم درع مصر. انتم شرفاء مصر ونحن نحييكم باسم شعب مصر ونقول لكم كل شعب مصر وراكم. كل شعب مصر وراكم. ما تخافوش قولوا كلمتكم. ما تخافوش في محاربة الارهاب في قطع جذور الارهاب بقيادة الاخوان.